السلام عليكم. كيف حال؟ شو أخبار؟ كيف؟ شلونكم؟ كله تمام؟ مفترض يعني الناس خلاص لازم وسيلة ثانية، لأنه عدد السكان وصلوا الحين 9 مليون. مئات المتورطين القابعين في السجون والذين يقضون أحكاما بسبب عمليات إرهابية وقعت في السعودية وخارجها يقف وراء مصيرهم هذا محرضون دفعوهم إلى هذا المصير دفعا. التحريض كان يتم عبر خطب على المنابر وندوات ومواد سمعية ورسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواد مصورة سوقوها تحت شعار يدغدغ المشاعر ويهيج الأرواح الفتية: نصرة المظلوم والبحث عن الشهادة. رحلتنا تبدأ للوصول إلى ضحايا التحريض لنسمع الرواية منهم وجها لوجه. سننتقل إلى حيث يقبعون في مستشفيات وسجن الأمن السعودي. لم يكن مفهوم الجهاد عند المجتمع السعودي قبل أكثر من 3 عقود سوى قصص تاريخية تروى عن غزوات العالم الإسلامي، لكن التفاصيل تغيرت. أشرطة الكاسيت انتشرت في كافة المدن، وفي غالبها كانت تتضمن قصصا خيالية لبطولات في ميادين القتال، وانطلقت خطب على المنابر تستنهض همم الأفراد وتجعلهم يعيدون التفكير في مفهوم الجهاد ونصرة المظلوم تحت أي سماء. بدأت الجماعات المتطرفة بتجنيد بعض الشباب السعودي الذي تأثر بذلك الخطاب وجعله في أهبة الاستعداد للقضاء على العدو الوهمي الذي تشكل في مخيلتهم. حقيقة هذا سؤال الساعة، هل يجوز لي أن أسلم نفسي؟ واسمع أخي الكريم، شعارات بدأت تظهر في الأفق كان من أبرزها: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. لتشهد الرياض في عام 2003 تنفيذ عمليات انتحارية تبنها تنظيم القاعدة، سقط فيها المدنيون ونفذها مجموعة من السعوديين صغار السن ممن اندفعوا بتأثير فكر متطرف يقف خلفه عدد من المحرضين. عملية أعلنت فيها وزارة الداخلية السعودية الحرب على الإرهاب وتجفيف منابعه في هذه البلاد وخارجها. إننا أقوياء بالله عز وجل، وأن هذه البلاد لا يهزها أي شيء. لماذا؟ لاعتمادها على الله عز وجل. بعد مرور عدة أعوام عاد بعض من السعوديين الذين تم استهدافهم لينصروا المظلوم ويبحثوا عن الجنة والحور العين من خلال الجهاد في مناطق النزاع، خصوصا في العراق وسوريا، حسبما دأب المحرضون على ترديده.
التحريض كان يجري بشكل يومي عبر خطب حماسية وصور ورسائل ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي. لا وافق، اعتقد يبينا 40 دقيقة عشان نوصل. في سجن المباحث العامة في الحاير في العاصمة الرياض، يقضي سعوديون محكومياتهم لقيامهم بتنفيذ عملية إرهابية أو لتبنيهم لهذا الفكر أو لتسللهم إلى بلدان أخرى للانضمام إلى كتائب مسلحة تابعة لمنظمات إرهابية. هادي القمي أحد الموقوفين في السجن تحدث عن بداية دخوله لتنظيم القاعدة وكيف أن الخطب الحماسية دفعت به. إن الإنسان يتكلم ويخطئ وربما يتعمد الخطأ أو التحريض لمصلحة نفسه أو لمصالح تيارات أخرى. هل أنت ضحية للتحريض؟ لا شك، أنا إنسان أول شيء بدون، عايش تقريبا في البر، والدي عسكري وأنا عسكري. والتأثير تأثرت من خطبة جمعة أحد خطباء المساجد، كان يحرض ويبكي، وطبعا يعني كان يقول أخواتنا انتهك أعراضنا في العراق ونحن جلوس وأطفالنا يقتلون ونحن لا نحرك ساكنا. طبعا هذا الكلام يعني من كثر ما يقوله، طبعا أنا ما كنت أتصور أن الإنسان يبكي لحاله أو أنه يتباكى بنفسه، كنت أتوقع الإنسان اللي يبكي خلاص ما يبكي إلا صدق. شفت الإنسان يبكي ويصيح، يعني ما حتى أنا فكرت أني ليش هو ما يروح، أما الآن هذا الموجود عندي إذا قال لي هو اللي غيره أقول ليش أنت ما تروح. الخطباء هؤلاء الخطباء كنت قبلهم في المساجد خطب الجمعة، كنت أحرص على أني حضر عندهم، وكانوا هم دائما على الموال هذا اللي هو نصرة المجاهدين، أخبار العراق، ينقلون أخبار العراق كأن يعني خطبة الجمعة صارت أخبار أن النساء يصير فيهم كذا والأطفال يصير فيهم كذا وإحنا جالسون يا شباب الوطن يا مدري وشو. طبعا معي ناس كثير مو بلان حالي بس ترى ضحيتها ولا أدعم. خطيب اللي سمعت خطبته تعرف أخباره الآن؟ إيه نعم. كيف وضعه الحالي؟ وضعه الحالي طال عمرك بني اللي توه بني البيت بسبعين ول قبل يمكن سنتين طالع يتكلم عنه ويفتخر بعد أنه بنى البيت بسبعين مليون أو تقريبا زي ما قال. شفت؟ وأنها كانت أحواله المادية ضعيفة، طبعاً أحوالها الحين فوق، وعنده عيال يمكن كبري أصغر مني شوي وكلهم موجودين عنده، ولا حد منهم راح ينصر العراق ولا ينصر سوريا، يعني إحنا اللي ننصر العراق وسوريا بس هو يجلس ويا عياله يعيش، يعني يكفي إحنا العمر اللي راح مني 10 سنوات هذا ما راح مني، أنا ما ضاع علي أنا الحالي، عندي عيال الله يعينهم عمرهم 10 سنوات، وعندي والدة وعندي والد وعندي عيال عم وعندي إخوان كلهم عمرهم راح ما يشوفوني 10 سنوات. حديث هادي عن المحرضين عكس تفاصيل متعددة، خصوصا وأنهم تسببوا في تحريض مئات الأشخاص المتواجدين معه في السجن على الخروج للقتال أو القيام بعمليات إرهابية داخل السعودية. طبعا الشباب الموجودين هنا أكثرهم غالبهم يعني في صحيح ناس عندهم أفكار يعني ممكن متطرفة ومتطرفة مرة، بس أكثر الشباب اللي قبضتهم كلهم يعني كانوا سبب تحريض اللي من خطوة مسجد أو من شريط سيدي أو من جلسة خاصة أو من استراحة أو من مخيم دعوي. مخيم دعوي طبعا دعوة ما هو بدعوة لله. وأكثر الشباب قضوا في السجون وعيالهم قضت، هذا ولدي أصغر عيالي طبعا راح عمري وعمره سوا في السجن، يعني كم سنة الولد هذا يبقى أبوه يجلس معه، يوم من اليوم ما جلست معه كلها بسبة المشايخ ذولي أو الدعاء والمحرضين. هذا عزام عمره 13 سنة يوم سجنت عمره 3 سنوات. شفت؟ وهذا عبد الله عمره شهر يوم سجنت، عمره شهر الحين عمره 10 سنوات، كبر عمري يعني اللي في السجن ضيعوه المحرضين حسبي الله عليهم. وهذا ولدي زياد بعد
شفت كلهم راحت اعمارهم، ما جلست معهم ولا يوم واحد. بقي لك سنه. انا باقي لي سنه. انا فيها احد المحرضين انا رفعت دعوه ضده لانه هو المؤثر علي انا شخصيا، والشباب كثير اللي هنا كلهم يبي يرفعون قضايا عليهم، ونطلبهم تعويضنا ماديا ومعنويا، ونبي كف اذاهم. نبي كف اذاهم عن طريق المحكمه، يعني محامي عن طريق المحكمه، انا موكل محامي وان شاء الله باذن الله راح ياخذ حقي. ونتمنى من الجهات المعنيه انها توقفهم عند حدهم، تمنع الخطيب من الخطابه، واللي له موقع يحرض فيه يحاسب، له ما يحاسب يجي يستمعنا هنا. هو يدعونا للجهاد ويدعي الشباب للجهاد، بعضهم عيالهم كبري ولا احد منهم الحين راح. نحن واثقون تماما الثقه بالقواعد الشرعيه التي تجرد مثل هذه الافعال وتجعل الكلمه مسؤوليه. خلاص يعني كمان نص ساعة موجود. خلاص يلا احنا في الطريق جايينك ان شاء الله. عبد الرحمن اللاحم محامي الموقوف هادي تحدث عن معاناة موكله جراء تحريض بعض الأشخاص له. هو يقول بصراحة: أنا ليس لدي مشكلة، أنا رأى بالعقوبة لأني أخطأت واستحق العقوبة، ليس لدي مشكلة، لكن أيضا لكن لن أدع هذا الرجل الذي قام بتحريضي وسرقة 10 سنوات من عمري أن يتمرغ في النعيم والثراء الفاحش الذي نراه اليوم هو ومن معه، بينما أنا أمضي أوقاتي بعيدا عن أطفالي في السجن بسبب مباشر من تحريض هذا الشخص. ونبي كف أذاهم. نحن واثقون تمام الثقة بالقواعد الشرعية التي تجرم مثل هذه الأفعال وتجعل الكلمة مسؤولية. يرسل عياله للخارج يدرسون، ويرسل عيال الناس لسوريا يقتلون. برضو في تصوير هناك مع العائلة. من أجل معرفة الطرف الأكثر تضررا من فعل التحريض، واجهنا عائلة هادي البقومي للتحدث حول قصة ابنهم. لو أنا متأكدين ما هم دعاة خير ما خلنا نطبهم بيوتا ولا خلنا نمجونا أصلا. الإنسان اللي نشوفه إنه شيخ نصغي له ونسمع منه كل شيء بدون ما نناقشه وقلنا يوضح لنا اي شيء. يجون طال عمرك عيالنا ويغررون وعيال الشعب السعودي، شباب في اعمار 17 18 سنه و20 سنه. كلهم يعني كانوا سبب تحريض اللي من خطبه مسجد او من شريط سيدي او من جلسه خاصه. نتمنى من وزاره الداخليه وهي معروف عنها الحكم الشرع الإسلامي أن تأخذ حقنا من هؤلاء. هذا اللي أخذوا ولدنا وغرقوا بعمره 17 سنة و16 سنة هم أخذوا. فيها أحد المحرضين أنا رفعت دعوة ضده. حنا نؤيد رفع قضية على هؤلاء. هؤلاء شوهوا صورة الإسلام. هم في معناهم خدم الإسلام، ولكن هو يخدم أجندة خارجية. يعني حنا نطالب الرجال اللي غروهم اللي غروا هذه نطلبهم محاكمتهم شرعا واخذ الحق منه. بالنسبة لنا احنا نؤيد بقوة. هذه تقريبا له 10 سنوات. مهما كانت صلة القرابة كل شيء عندنا الدين أول شيء ثم الوطن. وحنا نؤيد أي حاجة تخدم الثنتين هذه. والله أنا باخذ حقي وغيري من الشباب كثير بياخذون حقوقهم. محمد بن نايف ووزارة الداخلية تجيب الناس المغرين بهذه ومغرين بشر واجد عمر 17 سنة و18 سنة يوم دخل السجن والحين 30 سنة. ايه عمر رجال هذا طلع عمرك عزام بن هادي، وهذا زياد، وعبد الله
موجود، شفت ولا؟ هذول عيالي، شفت ولا؟ أكيد أنها أخطر، ولكنها ثمن غالي جدا دفعه بسبب هؤلاء، فإذا كان تأخر إلى هذه اللحظة حتى يرفع قضية فهو تأخر كثيرا، حتى في وزارة الداخلية يعرفون الكثير من اللي في السجن أنهم ضحية لمحرضين وناس يعملون خلف الكواليس أو ويحرضونهم وقد حتى يدعمونهم ويغرونهم، استغلوا سن معين تعرفه عند الشباب يكون فيه فورة وحماس للدين ولكل شيء. هم أنفسهم حرضوا، ما هو باللي راحوا على تحريضهم، أبنائهم وينهم؟ مبتعثين على حساب الدولة اللي يحرضون عليها. حسبي الله ونعم الوكيل، هذا اللي نقوله، ونؤيد هادي وبقوة، ونقول الله يقويك أنت واللي معاك، الضحايا اللي معاك. طبعا احنا عارفين ان هذه ضحية المحرضين والمجتمع كله، ما بس احنا، ان الضحايا ما بس احنا، ضحايا كثير. بإمكان الدولة وبإمكانه هو بمساعدة الدولة وبمساعدة القضاة والشرع الإسلامي الحنيف العادل ان يحصل على حقه حتى وان تأخر. في المستشفى التابع لسجن المباحث العامة في الحائر، حيث أحد الموقوفين والعائد من سوريا، تحدثت معه وهو الشاب الذي يدرس في الجامعة ليتركها في عمر لم يتجاوز 21 عاما. أنا كنت في سوريا في مدينة إدلب قريب من الحدود التركية. بالفعل يعني هذا الشاب من الذين ذهبوا إلى سوريا وبعدين أصيب بطلقة نارية على عمودي الفقر يؤدى إلى الشلل الرباعي. السبب يعني أولا وآخرا التحريض، يعني وسائل الإعلام، وسائل الإعلام المحرضة، أشخاص يخرجون عن طريق وسائل الإعلام إن كان تلفزيون أو عبر المواقع التواصل الاجتماعي مقاطع أو عبر خطب يتكلم ويحرض ويعني يحرك مشاعرك. وانت انت السبب الرئيسي في خروجك هذا الشيء؟ هذا يعني السبب اللي خلانا نطلع. بما انك كنت هناك اكيد في اشخاص ثانيين كانوا موجودين، هل كان سببكم واحد في عمليه خروجكم للقتال في سوريا؟ والله اكثر الناس يعني طلعت ما طلع، يعني جت الفكره من راسه كذا يعني. علي أن يتقي الله، لأنه يعني عايش في مدن آمنة وبين عائلته، يعني في أمن وراحة. وثالثا عليه أن يتيقن أنه راح نرفع دعوة يعني ضدهم كأشخاص وبمطالبة حقنا ماديا ومعنويا عن طريق أبواب المحاكم بإذن الله. أعتقد أن الشريعة واضحة في مثل هذه القضايا أنها تعوض أو تعوض عن هذا العمل الضار. سنعلق الجرس وسنبدأ بإيصال رسالة واضحة لهؤلاء الأشخاص، هؤلاء المحررين، أنه يجب عليهم أن يتوقفوا عن إطلاق هذا الرصاص من على منابر الجمعة. خلال الأعوام القليلة الماضية تطور الخطاب التحريضي في السعودية ليأخذ شكلا ناعما مختلفا، يطرح آراء تترك الباب مواربا للاحتمالات، خصوصا فيما يتعلق في مناطق القتال مثل سوريا. وقام عدد من الدعاة وخطباء المساجد ممن كانوا نجوما لأشرطة الكاسيت بتسويق أفكارهم السابقة بطرق يرونها أكثر أمانا، فتحولوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجد المتابع أن بعض التغريدات التي يتم نشرها من قبلهم والتي تحصد تفاعلا ضخما تكون إما حمالة أوجه أو أن تتجه عكس التيار.
الكثير من المحرضين كانوا ينكرون ذلك الفاعل عبر مواقعهم ومعرفاتهم الشخصية وحتى عبر المقابلة المسجلة، لكن القضاء السعودي سيشهد قريبا مرحلة جديدة في علاقته بقضايا الإرهاب، وهي مرحلة انطلاق ضد أفراد داخل المجتمع السعودي كان لهم الدور الرئيس في تلويث أفكار بعض الشباب واعتناقهم للفكر المتطرف والخروج للقتال، والمؤكد بأن العدل سيأخذ مجراه كما تنص المقولة الشهيرة. واسمع أخي الكريم، علي أن يتقي الله. أنا أرفع الدعوة ضد حكم الشرع الإسلامي. واثقون بالقواعد الشرعية، وحنا نفكر انهم دعاة خير. لو انا متاكدين انهم دعاة خير ما خلنا نطبون بيوتهم ولا خلنا نجون اصلا.